اه المهم الفيديو السابق كان هضرنا على بعض الحوايج اللي خاصين بالموطو، فهاد الفيديو هاد في الفيديو غنقسموا الاخوان باش ما يجيش طويل بزاف. فبالنسبه للكماله ديالو دابا الجزء الثاني غيكون خاص بالاجوبه ديال المتتبعين والاحبه ديالي صراحه الله اللي كنعتبرهم عائلتي. فبون بالنسبه للسؤال سولني واحد الاخ قال لي بالنسبه للماكينه واش ممكن ندير دايتونا. بون بالنسبه لدايتونا غادي تجيك الا عندك الفلوس ديالها، فكنعرفو دايتونا كتبدا من 180 الف ريال الفوق، فالا كنت عندك الفلوس ديالها غتجي مخيره وغتكون ديرها في هذا الموطور. اقسم لك بالله تيتبدل عليك كامل كاع كامل كاع ما تعرفوش كاع. علاش؟ لانه باش زوين هذا الناش ما فيش بياس كيتحل، يعني ما فيش هذا البيس هذا ما غاديش يتحل من هنا سيمانه صافي لاصق تضربو صافي لاصق عاوتاني بياس اخر. يعني هذا المشكل كنت كنلاحظو في الموطور السابق ديالي، كان بزاف الحوايج كيتحلو فيه بحال السلسله كترخى. انتم الا لاحظتوا حتى بالنسبه للسلسله هذا الا بولون واحد اللي كيجي معاه ما تحلاش من نهار شريتها، هو تنجري بيه ما عرفتش كندير كنحاول نتيستي ما عمرو وقع له شي حاجه، ما عمرو السلسله ترخات ولا شي حاجه. فا يعني دايتونا غتخدم لهم مزيان، وحتى بالنسبه للسيبوا فين تلصق الدايتونا كاينه فين تلصق، لانه قلت لكم دايرين ثلاثه ودايرين وحده من تحت ريزيرف، هي وحده ما عرفتش نوريها لكم. المهم ريزيرف كاينه وحده لتحت زايدين بولون باش الا بغيتي دير ماكينه واقفه، الا بغيتي دير ماكينه واقفه الاخوان راه عندك البلاصه ديالها. هاد المعلومه اللي ما عارفينهاش الناس، الا بغيتي دير ماكينه واقفه ديال 200 او مثلا ديال 250 راه عندك، ولا ديال 150 راه عندك كيفاش دير لها، راه داير لك بلاصه. فاللي قال لي بالنسبه لدايتونا راه ممكن تخدم، اللي قال لي بالنسبه شكون اللي طليق واش 135 او 125، صح الله انا الا كانت 125 او 127 سبايدر تنصحك بالسبايدر اخويا، حيت انا جربتها كتجربه شخصيه. يعني انا جربتها 127 خدامه مخيره ديال السبايدر، مي يجي عاود 135 فيها مشاكل ما كتصدقش الله اعلم. انا نتمنى ان الدعي اللي عندهم 135 يقولوا لنا التجربه ديالهم، او يحاولوا يتواصلوا معايا يقولوا لي التجربه ديالهم باش نهضروا عليها في الفيديو السابق، حيت صراحه الله كنت باغي نجربها ومتخوف، حيت لقيت بزاف الناس في الكومنتات يقولوا لي كتخرجوا بالسربه فيها مشاكل وهذا. حاولوا الدعي يعطيونا بعض الافادات باش ان شاء الله نديروا عليها فيديو هذا، وعلاش لا نقدر نجيبها ان شاء الله ونهضروا عليها بالتفصيل. بون السؤالين التاليين تيهضروا على الفريناج. الاخ سولني قال لي اودي بالنسبه للفريناج الدراري صحابي هضروا لي عليه قالوا لي الفريناج شويه ناقصه. اخي شوف نقولك واحد الحاجه، انا حاله وحده نقدر نسمع منك هو انك الا قلتي لي انا جربت الفريناج ما عجبنيش، في هذه الحاله انا متفق معك. اما قالوا لي وكان قال لي فلان راه كنعاود بعض لي زيستوار وقعوا لي انا بالنسبه لهذا الموطور قبل ما نشريه، تفضل الضحك. وكاين اللي قال لي كتقسم من الناس وغير السيماتي براسها مونستر فاش بغيت ناخذها قالوا لي عندك راه كتقسم من الوسط وراه عندك دا والماكينه وهادي وهادي، وانا الماكينه مونستر دوزت فيها عام ديالها كامل علاين ما عمرها وقعت لا شي حاجه، ما عمرها تهرست لا شي حاجه، ما عمرها يعني كيف قلت لكم لا عمرها دار ما خلينا فين مشينا بها. الله يسلم يمشي لهم في موطور كبير مشينا بها ما وقع لها والو. فهاد الهضره هادي خاويه الفريناج فيهم اخويا انا تجربه شخصيه والله شاهد على ما اقول، ماشي زعما كنقول لك هذا مزيان ولا الاخر مزيان ولا هذا، الفريناج فيه مزيان الفريناج فيه مزيان. ونعطيك واحد الدليل واحد دليل واحد انا ما نزيدش معاك، هو انه ذاك الميكانيزم ديال الفريناج الى حداك شي ناس شي طل عليه غيبان لك الجو ديالك غيتجاوب في البلاصه. عنده الماكينه الميكانيزم ديال الفريناج عنده كبير ماشي صغير، ماشي ديك البيازا ديال السي 50 السي 90 اللي كيحطوك فوق الديسك راه فران هذاك، لا هذا عنده بلاكيطات اصلا كبار، عنده بلاكيطات اصلا كبار، فما ادراك بالفريناج فهمنا. لا القدام لا اللور، حتى اللور غادي يدير له ميكانيزم كبير بزاف كاع القدام واللوران فهمنا. والفران فين قبضتي راه كيزلق، الا قبضتي مثلا ما تعرفش فراني وقبضتي اللوراني وبغيتي تقول الفراني بيه يعني في البلاصه غيزلق، خاصك تقبض الفراني وتحاول تقيس بالقدامي باش الموطو يدير بحال كي يفراني في بلاصته وما يزلقش فهمنا وتفهمنا. يعني خاصك تكون كتعرف انك تصوب، هذا كل ما في الامر. بالنسبه للاخوه اللي كيقولوا لي لا السيماتي مونستر زوينه على هذا الشكل، لا عاوتاني وحدين تيقولوا له لا راه هذا زوين على السيماتي مونستر في الشكل، هاد الهضره هادي خاويه اطلاقا. ما نبغيش حتى واحد يعاود يكومونتي حتى واحد ما يعاود يقولها. علاش؟ انا نقولك علاش، حيت الديكور اذواق،
ما كاين اللي عزيز عليه الهارلي. انت غتسوق موطو داير بحال هكا شاد له الكيدو بحال هكا، غتقدر تسوق موطو مثلا جالس فيه انت وشاد له الموطو هكا، بعد ما كتقول انت لا معذب وكذا. كاين اللي هو عنده الشهوه ديالو في ديك السوقه هكا، يمشي هاز يدو بحال هكا ورجليه مسرحهم، تفهمنا؟ راه الاشكال الموطو الاشكال راه غير اضواء. كاين اللي كتعجبو مثلا 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 الام تي 09، كاين اللي كيقول لك لا الام تي 07 احسن منها، يلا واهضر انت معاه، فهمنا شنو الاشكال اضواق. ما يناقش هو البيرفورمانس، هو الماكينه، هو الفريناج، هو بحال هكا، هذا هو ما يناقش. اما لا واه سيماتي مونستر احسن منها، لا هذه زوينه عليها، انا هذه عجبتني على سيماتي مونستر، هذه عجبتني على سيماتي مونستر. في الاول كانت عجبتني سيماتي مونستر، نهار خرجت هذه عجبتني هذه. علاش؟ انا نقولك علاش، لانه انا اصلا اميل للكلاسيك، كيعجبني الكلاسيك، اي حاجه كلاسيك كتعجبني. يعني هذا بالبوله ديالو كلاسيك، دخل فيه سيستم سبور كدا، هذا انا داكشي طربني. يعني انا هذاك بحال البركولي البطونه ديال اجي خد هذا الموطو، هذا هو اللي غيعجبك، فهمنا؟ فانا كنت نقول لكم واحد القضيه، واحد الامر مضحك، هو انني انا في الاول كنت غادي ناخذ فيونيكس. يلا تخيلوا معايا، كنت غناخذ داك الكافي ريسر، تعرفوا الكافي ريسر، كنت غناخذو النهار الاول، وبراسو الاخ حمزه اللي خديت من عنده الموطو هو يقولها لك براسو. سولت الكافي ريسر قلت له واش كاين الكافي ريسر خرجات، ونزيدكم معلومه اخرى، كاين الناش كلاسيك، كاين الناش مخرجه واحد السيري ديال غير لي كلاسيك موطور كلاسيك، تفهمنا بون. فهاد الامر هذا عفاكم ديال هذا زوين لا الاخر زوين، هذاك الامر خليه ليك نتايا، هذاك خاص بك نتايا. نرجعوا نكملوا الاسئله ديالنا. بون السؤال الاخر كيهضر تيقول لك خويا الا كانت هذه الماكينه 50 مركبلها انت 110 كيلا سيلندر، فاذا كانت 50 كلها كومبلي كيف ما كنقولوا حنا حره، شحال غتشد ليا في الطريق؟ بون بالنسبه لشحال غتشد لك في الطريق راه تختلف. هنا تتكون الخدعه، هو كيجي عندك شي واحد يقولك شي انا عندي واحد الموطور مقسومه والو شريته 50 كيشد ليا 70، واخا تيقولك لا كيشد ليا 85، الاخر كيقول له لا انا كيشد لي غير 60. هنا فين كتكون الخدعه؟ شنو هي الخدعه الاخوان؟ اولا كيف ما هضرنا قبيله على موطور كيختلف على موطور، يعني موطور خفيف ماشي هو موطور ثقيل، موطور عنده دراجات كيكاليو البعد ماشي هو موطور عنده منين يدوز البعد. هاد الحالات يعني هاد الحالات هضرنا عليهم. كاين حاجه اخرى هو الثقل، بوا، يعني البوا يعني الثقل ديالك على الموطور. انا ثقيل مثلا ديباسي مثلا 70 كيلو مثلا، غادي نركب على موطور ما نفوتش بيا مثلا نقول حنا 90، واحد اخر مثلا فيه غير 45 او 50 كيلو او 53 كيلو يركب على الموطور يديباسي بيه 100، فهمنا الاخوان؟ فهذا الامر هذا ما تبقاوش تحكروا عليه بزاف شحال توب سبيد وكذا. وهذا حاجه اخرى بغيت نهضر على القضيه ديال التوب سبيد، انا جايك للجواب ديالك ولكني غير نقول لك واحد القضيه بالنسبه للتوب سبيد. ف الا كنتي غتهضر لي على التوب سبيد بالنسبه للماطر اللي كيكون عندهم يعني السيستم ديالهم معرض انه يطرطق شي لعبه، طلق رويضه، فهمتي كيفاش المعنى؟ يعني الماطر الشينوا بصفه عامه، يعني ما تهضرليش على السرعه كاع، ما نبغيكش تكلم لي على السرعه شحال التوب سبيد. حتى واحد ما غادي يسولني على التوب سبيد ديال شي 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 يعني شي شي موطور شينوا، فهمنا؟ علاش؟ لانهم الموطور شينوا معروفين على انهم ما عندهمش ميكانيزم فريناج، يعني باش تفراني به راه خاصك عرفتي راه تتعرض حياتك للخطر. يعني لا تيباسيتي غير 100 راه تتلقى مشكل، مازال انهم تتلقى موطور كبار بحال هكا مثلا كتلقى انه دايرين لهم سيستم رويض اول الانعراض، سيستم ديال الفريناج كتلقى دايرين بلاكيطات شويه غلط كبار، هذه المهم تتلقاهم معاونين شي شويه، يعني ديباسي به ديك 120 130 فراني تلقى فين تفراني. موطر صغار رويض صغار صاحبي اش غتفراني؟ الطوب سبيد ديالو شحال؟ هذه الطوب سبيد ديالها شحال؟ فبون نرجع لك ال 50 سي سي، 50 سي سي اخويا الا كنتي البوا ديالك مساعد الموطور غتوصل بها ما بين 70 75، هذا الا طرت الى طرت، و 50 ما كيوصلش. يعني الا كانت القوه ديالك مساعده الموطور وكان ما كاينش الريح غتوصل به 70 75. بريباريتي الموطور درتي له 110 غتوصل ما بين 90 98، تقدر حتى 100 الا كان القوه ديالك مساعده، فهمنا الاخوان؟ 125 كتبدا ديك الساعه عاوتاني، 125 كتبدا عاوتاني من 95 توصل به حتى 120 130 بحال هكا الا كانت القوه ديالك مساعده. فهذا كل ما في الامان. الاخ اللي سولني على باش كنصور، خويا انا صراحه الله مازال ما طورتش مسائل ديال التصوير، مازال كنصور دابا حاليا هذه جو برو نافيو، جو برو نافيو، وكاينه اللي كتشوفوني دابا منا فهو فقط الهاتف ديالي اللي هو الوان بلاس ديس برو.
فهذا كل ما في الامر. التليفون اللي كنصور به هو الوان بلاس كيس برو، والكاميرا اللي كنصور بها اللي كتشوفوها راك هنايا فهي الجو برو النافير. فهذا كل ما في الامر بالنسبه لهذه الاسئله اللي سولتوني.